هنروح لكره السله رجال. الحمد لله تخطينا القناه وعبرنا القناه ورحنا لدور الثمانيه. كان عندنا دور ال 16 مع نادي القناه رجال سوري مرتبط ورجال، فزنا في الاربع مباريات، تاهلنا مباشره لدور الثمانيه عشان نلاقي الزمالك في مباريتين هيتلعبوا يوم الثلاث ويوم الجمعه القادمين. اللي هيفوز طبعا مجمل ثلاث مباريات من اصل اربعه او مباريتين للكبار فقط تستطيع ان انت تتاهل للمباراه قبل النهائي. مباراه مهمه جايه في ترتيب بدري شويه. خلينا استعرض مع حضراتكم من النتيجه الاخرانيه لمباراه القناه. خلصت 73-58 وشهدت عوده نجمنا الكبير ايهاب امين للمشاركه مره اخرى بعد ان اخذ راحه اجباريه من مستر اجوستي بوش، وده اللي كنا قلناه ان هو نازل بالكيرف قاصد ومريح لعيبته قاصد، وده الطبيعي ان انت لعيبتك اكزهوستد بشكل كبير جدا، ما تنتظرش لما لعيب يتعور، لازم اخد بايدي الكيرف انزله وبعد كده اطلعه تاني. مستر اجوستي عمل الصح، بدا في مباراه القناه يشارك اللعيبه اللي هيلعب بيهم بقى ثمانيه وهيلعب بيهم دول الاربعه لعب النهائي اللاعبين اللي هيشارك بيهم، وده طبعا كان اكبر مؤشر انه مشاركه ايهاب امين. فزنا في ماتش الذهاب برضه بنتيجه 61-43 وفزنا بماتشين المرتبط تحت 18 سنه بقياده كابتن محمد اشرف توفيق. طيب مباراه الثلاث الساعه كام؟ لسه هنقول لحضراتكم المواعيد بالظبط. طب فين؟ برضه هنقول لحضراتكم المكان. مباراه يوم الجمعه العوده بتاعت النادي الاهلي، انتوا عارفين حضراتكم ان احنا عندنا الصاله المغطاه يعني بتجدد وفيها الارضيه بتتغير، فاتصور انها مش هتبقى على الصاله بتاعتنا. فين؟ ما نعرفش. لسه في تفاوضات وكلام مع اكتر من صاله. لما النادي فور ما النادي الاهلي يعلن احنا ممكن نكون عارفين، ولكن ده طبعا مش هنقدر نقول، ولكن الفور من النادي الاهلي يعلن احنا بنخش نتكلم وبنقول مباشره، لان طبعا بنحترم، وده النادي الاهلي جزء او قناه النادي الاهلي واحنا برنامج الابطال جزء لا يتجزا من النادي الاهلي. جهزنا تقرير بخصوص الماتش اتفرج عليه مع حضراتكم وارجع نتكلم تاني عن التقرير. النهارده اهم حاجه كانت عوده المصابين. اياب رجع وابو النصر لان ماتش بيلعبه، ابتدت صفوفنا تكمل، ناقصنا بس عمر زهران ان شاء الله يكون موجود قبل ماتش يوم الثلاث. لعبنا يمكن الشوط الثالث والرابع احسن شويه من اول هاف تايم، والحمد لله قدرنا نكسب، ودلوقتي تركيزنا كله بقى على يوم الثلاث ان شاء الله قدام نادي الزمالك. عندنا حد واثنين تمرينتين ان شاء الله هنحضر بقى، كوتش هيكلم اكيد هيحضرنا ازاي نواجههم. احنا لعبناهم في ماتش السوبر وعارفين الماتش ده هيكون قوي جدا مع فريق الزمالك، ان هو بالتدعيمات وبالمحترف الموجود معاهم فرقه كويسه جدا، بس ان شاء الله يعني نكون احسن، نكون جاهزين ونقدر ناخد بطاقه الصعود للسيمي فاينل ان شاء الله. طبعا الحمد لله على مكسب النهارده. احنا يعني الفتره الاخيره يمكن ما كناش احسن حاجه، النهارده الحمد لله ابتدينا نرجع اللعيبه المصابه واحده واحده. الماتش اللي فات ابو النصر، النهارده ايهاب، لسه عمرو زهران ان شاء الله نتمنى ان هو يبتدي التمارين معانا ان شاء الله يوم الاحد. واحده واحده يعني مستوانا ما كانش احسن حاجه الفتره اللي فاتت، بنرجع واحده واحده. عندنا ماتش مهم يوم الثلاث، الزمالك في الزمالك، ان شاء الله قدامنا تمرين حد واثنين نقدر بقى نجهز اكتر واكتر. حتى النهارده يعني الحمد لله المستوى ابتدى يعلى واحده واحده بغض النظر عن المنافس نادي القناه. طبعا فريق محترم، النهارده كان بيلعب ماتش زي ما بتقول على ارضه وبيلعب بغل يعني اجريسيف جدا، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نفضل ماسكين في الماتش ونعمل الحاجات اللي هي الصح اللي تعلى تعلي يعني مستوانا الحمد لله. طبعا اهم حاجه ان احنا نلعب اجريسيف شويه، عايزين نلعب مع بعض، عايزين نصحح اخطائنا بتاعت الفتره اللي فاتت. الحاجات دي ما بتجيش مره واحده يعني، بس بنشتغل على الاخطاء بتاعتنا، بس الحمد لله يعني ان احنا ابتدينا ناخد الريتم بتاع الماتشات بقى الكبيره ونرجع لمستوانا ان شاء الله، عشان عندنا طبعا منافسه قويه جدا سواء دور الثمانيه ان شاء الله نقدر نكسبه. الولاد الصغيرين عاملين ماتشات كويسه ان شاء الله يقدر يساعدونا ويسهلوا علينا ان شاء الله الطريق باذن الله. نادي الزمالك السنه دي يمكن يعني كابتن مرعي عامل شغل باين ان هو احسن من السنه اللي فاتت. الماتش مش هيبقى سهل خالص، احنا مالناش دعوه بالمنافس، احنا لينا دعوه بينا احنا، حالتنا احنا يوم الماتش والفتره الاخيره في التمارين والماتشات. هنلعب زي لعبنا العادي ان شاء الله، ان احنا لازم احنا لازم نكسب بغض النظر عن المنافس مين. يمكن كنا نتمنى ان احنا نلعب الماتش الاول عندنا في الصاله طبعا، بس يعني مش مشكله هنلعب الزمالك. الحمد لله قدرنا اكتر من مره يعني نكسب، وزي ما انت قلت ماتش السوبر كان ماتش طبعا في البحرين، وقدرنا ان احنا نكسب الماتش حتى واحنا وحشين، فدي حاجه تدينا
بوش ان شاء الله ان احنا نسخن يعني نبقى مستوانا احسن عشان نقدر نكسب بفرق سكور ان شاء الله باذن الله. طبعا اهم حاجه الحمد لله على المكسب، كان ماتش مهم بالنسبه لنا استعدادا للماتش اللي جاي الديربي زي ما انت قلت ماتش اهلي زمالك، طبعا ليه حسابات خاصه بس كان ماتش مهم بالنسبه لنا ان احنا نكسب. عندنا لعيبه راجعه من اصابات، ابو النصر، ايهاب، لسه الناس بتخش جوه السيستم بتاع الفرقه، فطبعا مكسب مهم وجيم مهم ان احنا نستعد فيه الماتش اللي جاي ان شاء الله. وطبعا احنا مش اول مره نلعب الزمالك، احنا لسه كنا بنلعبينهم من فتره قليله في ماتش السوبر، فهي هتبقى نفس الاستعدادات، عندنا يوم راحه وبعدين يومين تمرين قبل الماتش. الاستعدادات هتبقى زي استعدادات الماتشات التانية، هنتفرج على أخطائنا، هنركز على الأخطاء بتاعتنا احنا ونشوف ايه اللي احنا ناقصين ومقصرين فيه ونحتاج نطوره عشان الماتش اللي جاي ان شاء الله. طبعا على طول الماتشات الكبيرة دي بتتوقف على عوامل كتير، أهلي زمالك ما بيبقوش ليه حسابات يعني، بس هو بيتوقف على الحالة بتاعت اللعيبة في الماتش ده أو في اليوم ده، فان شاء الله احنا نوعد الناس احنا هنعمل علينا ونعمل اقصى مجهود عندنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب يعني. التقرير ده زي ما حضراتكم شفتم يعني مع اللاعبين بنشوف رايهم ايه عن مباراه الاهلي والزمالك، ده كان بعد ما ضمننا خلاص التاهل لدور الثمانيه. بس الحقيقه بسرعه كده انا عايز يعني أشيد بمهيب، مهيب عامل لغاية دلوقتي موسم جيد جدا، سرحان مروان سرحان عامل موسم كويس جدا، عمرو زهران ربنا يكرمه ويلحق، كمان الجميل إن اللعيبة عارفة إن في هزة في المستوى، وده بداية إن أنت تقف على رجلك تاني، إن أنت تبقى عارف إن أنت الدنيا مش طبيعية وتدور على المشاكل فين وتوصل للحل. كل التوفيق لفريق كرة السلة في مواجهتين الزمالك الأسبوع ده بإذن الله.